مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه شوف تي في. فتحات المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه مدينه بني ملال بحث تحت اشراف النيابه العامه المختصه خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين 22 غشت الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اقدام شخص كيبلغ من العمر 22 سنه على اضرام النار عمدا في الجسد ديالو، هادشي اللي تسبب في الوفاه ديالو. وكتشير المعطيات الاوليه للبحث الى الاسئله استعماله المعني بالامر الماده سريعه الاشتعال لافتعال حروق عمديه بالقرب من مقر ديمومه الشرطه لاسباب مجهوله. وقد تم نقل الشخص المصاب للمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينه الدار البيضاء لتلقي العلاجات الضروريه، ولكن يعني توفى بسبب مضاعفات الحروق اللي كانت في الجسم ديالو كامل. بينما يعني حاليا ما زالت الابحاث والتحريات ما يعني ما وضحتش الظروف والملابسات المحيطه بهاد الواقعه اللي يحتمل على انها تكون عندها علاقه ببلاغ حول شكايه بالعنف سجلها المعني في مواجهه ثلاثه ديال الاشخاص، وهي الان في طور البحث التمهيدي. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقاو على خير. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.